يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أسلم على مجلس فيه مسلمون ومشركون يقوم المشركون بمصافحتي ومعانقتي حيث إنها عادة في السلام، فهل أقبل ذلك منهم أم أن هذا غير جائز؟ إذا أنهم هم صافحوك وعانقوك فلا بأس، أما أنت ما تبدأهم بهذا الشيء، ما تصافحهم ولا تعانقهم، لكن إذا هم بدأوك فلا بأس بذلك. نعم.